كل عام وانتم بخير ونعايد الشعب، وبالاول نعايد سياده الدكتور الرئيس بشار حافظ الاسد، ونعده بان نكون الجند الاوفياء، وان شاء الله العيد الجاي تكون سوريا منتصره وبخير. كل عام وانتم بخير، بالعيد الفطر السعيد، ونعاهد الله ونعاهد الوطن ان نكون الجند الاوفياء لهذا الوطن، وان ندحر الارهاب اينما كان على جميع بقعة الأراضي السورية. بنحب نعايد على سوريا، وإن شاء الله السنة الجاية بنكون محررين من الإرهاب. الشعب السوري إنه كل عام وأنت بخير، بعيد الفطر السعيد. بنقول للشعب السوري كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله عيد الجاي بنكون منتصرين وداحرين الإرهاب في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.